صحيفة الأهرام. كذلك ينضم إلينا الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، سأتحدث أيضا في الفضاء الليبي الذي يبدو أنه أكثر اتزانا على مستوى العلاقات العربية العربية، وعلى يعني حتى اللحظة لم يحدث شرخا واضحا كباقي القضايا أو كأغلب القضايا العربية. إلى أي مدى يمكن أن يتحدث العرب فيما بينهم حول إيجاد سبل حل شامل للأزمة في ليبيا في ضوء ما قاله السيد عبد القادر مساهل قبل قليل؟ نعم، يعني بعد التحية أستاذ أحمد، طبعا الأزمة الليبية كما أشرت حضرتك هي ربما هي الأقرب للتوافق العربي، بمعنى أننا لم نرى خلافا عربيا عربيا حول الأزمة الليبية، اللهم إلا ربما الاعتراض الليبي على التدخل القطري أو اتهام قطر ببعض الأشياء، لكن ما عدا ذلك أعتقد أن هناك توافق عربي في سبيل إيجاد حل الأزمة الليبية، وإن كان هناك عدم توافق دولي في حل الأزمة، بمعنى أن هناك مثلا على سبيل المثال خلاف حول مدى شرعية خليفة حفتر أو وجود خليفة حفتر مثلا في الداخل الليبي او في تسكينه في النظام السياسي الليبي الحالي، وبالتالي فاعتقد ان هناك توافق عربي في حل الازمه، هناك جهد مصري بارز في الازمه الليبيه، هناك كما اشرت حضرتك دول الجوار الثلاث تسعى للعب دور اكثر اهميه، وبالتالي فاعتقد ان الازمه الليبيه ربما تكون هناك توافق عربي يؤدي الى ربما حلحله في الازمه السياسيه في ليبيا. دكتور محمد، يعني اذا كنا نتعامل مع معطى قد نتعامل معه ربما في الساعات المقبله، وهو ان العمليه السياسية أو اتفاق الصخيرات بالأحرى الذي أسس لنظام الحكم الهش على مدى الأشهر الماضية، كان البعض يقول أنه مات إكلينيكيا، ربما خلال الساعات القليلة المقبلة يتم الإعلان عن وفاته حقيقة وحكما. كيف يمكن التعامل في ضوء هذا المعطى إن كان واقعا؟ يعني سيدي الفاضل الاستاذ احمد، يعني اتفاق الصخيرات انا اعلم انه ربما كان اتفاق هش، لكن انا ارى ان التدخل المصري او طرح المبادره السياسيه المصريه عندما دعي جميع الاطراف الليبيه الى القاهره للتفاوض والتشاور، اعتقد ان الحل المصري هو الحل السياسي، هو الحل المصري. دكتور محمد، يعني حتى توضع الامور في نصابها، الحل المصري لم يكن بديلا عن اتفاق الصخيرات، بل جاء يعني التاكيد على اتفاق الصخيرات كجزء من هذا البيان. نعم، هو سعى للبناء عليه، لكن اتفاق الصخيرات ربما الشيء الذي افتقده هو وجود خليفه حفتر في النظام الليبي او حتى تسكينه كما اخبرت حضرتك في الحكومه التوافقيه الليبيه، وبالتالي كان اتفاق هش، بمعنى كيف يكون خليفه حفتر وهو قائد الجيش الليبي خارج المنظومه السياسيه الليبيه او خارج الحكومه الليبيه. سيد الفاضل، اذا كنا نتحدث عن حل الازمه الليبيه فكما اخبرت حضرتك لابد ان يكون هناك رضا شعبي، الرضا الشعبي نجد ان خليفه حفتر ربما لديه شعبيه على الارض الواقع في ليبيا، لانه ربما قام ببعض المجهودات في سبيل تحقيق قدر بسيط حتى من الامن في ليبيا، وبالتالي لماذا لا يكون الرجل ضمن الحكومه الليبيه التوافقيه؟ يعني نعلم ان هناك ربما اعتراض على هذا الشخص تحديدا من المجتمع الدولي، ربما كان هناك بعض النوايا الغير سليمه تجاه الدوله الليبيه او تجاه عدم وجود استقرار فعلي داخل الدوله الليبيه، هذا نعلم هذا بعيدا من النظام الدولي، لكن نحن نتحدث عن النظام العربي ونتحدث عن المنظومه العربيه، اعتقد ان إذا أردنا حلا سياسيا فعليا للأزمة الليبية لابد أن يكون هناك توافق أولا عربي حول وجود خليفة حفتر في الحكومة الليبية، أعتقد أن هذا ربما يشكل قدر بسيط حتى من الحل للأزمة السياسية الليبية، ناهيك طبعا عن موضوع الاستقرار الأمن. دكتور محمد، السيد عبد القادر مساهل في المؤتمر الصحفي قال أن هناك أساسا مشتركا بين الدول الثلاث مصر وتونس والجزائر حول سياسية وسلمية الحل في ليبيا الذي لا يقصي أحدا إلا التنظيمات المصنفة إرهابيا بتصنيفات أممية، ما الذي عناه الرجل وهل يمكن أن تخلق هذه مسألة خلافية داخل الجامعة العربية؟ يعني لا اعتقد ان يكون هناك خلاف، يعني نحن نعلم جميعا اين يكمن الخلل في المنظومه الليبيه وفي المنظومه الامنيه الليبيه وايضا في مجابهه الارهاب. يعني سيد الفاضل، اذا كانت الامم المتحده غير قادره حتى الان على طرح مفهوم للارهاب، لكن نحن جميعا كعرب نعلم ما هو الارهاب ومن اين ياتي الارهاب، وبالتالي فاعتقد ان ابسط الامور هو ان هناك جماعات ارهابيه داخل ليبيا تريد خلخله الاستقرار، تريد عدم تحقيق الامن الليبي، تريد القضاء على ربما حتى الحياة الطبيعية للمواطن الليبي، وبالتالي أعتقد أن التوافق السياسي الليبي وهو توافق وقدر منه طبعا توافق أمني، أعتقد أن هناك طرح فيما يتعلق بضرورة مكافحة كل الجماعات الإرهابية في ليبيا. أنا أعتقد أن ربما سيدي الفاضل ليبيا غير سوريا على سبيل المثال، بمعنى أن هناك مثلا على سبيل المثال إذا تحدثت عن سوريا قليلا هناك جماعات ربما معارضة معتدلة ومعارضة غير معتدلة، لكن الوضع يختلف في ليبيا. ليبيا تواجه إرهاب مسلح، تواجه جماعات إرهابية تريد خلخلة الاستقرار في ليبيا، فأعتقد أن هناك توافق عربي تجاه هذه القضية تحديدا. الخلاف إن كان سيحصل حول بعض التفاصيل، أبرز هذه التفاصيل التي يمكن أن يختلف عليها بعض العرب، وإن لم تغير في جوهرية الحل في ليبيا.
نعم بالضبط بالضبط، يعني اعتقد ان هناك ربما نعم هناك خلافات حول التفاصيل، حتى انه يقال في المثل ان الشيطان يخمن في التفاصيل، لكن الخطوط العريضه اعتقد انها موجوده. نحن جميعا كعرب نسعى الى ايجاد حل سياسي في ليبيا ونسعى الى تحقيق الامن في ليبيا، لكن الخلاف في التفاصيل كيف يتم تحقيق الامن في ليبيا، اعتقد ان كما اشرت لحضرتك المبادره المصريه وان كانت ربما ليست بديلا لاتفاق الصخيرات لكن يمكن البناء عليه فيما يتعلق بحل سياسي امني للازمه الليبيه. هذا من جانب، من جانب اخر ارى انه لابد ان يكون العرب جميعا مع ليبيا. يعني طيب دكتور محمد، يعني انا سأسأل حضرتك ذات السؤال الذي سئله السيد عبد القادر مساهل في المؤتمر الصحفي قبل قليل حول ما اذا كان هناك احدى الجهات او المؤسسات الليبيه ستعتبر نفسها حلا من اتفاق الصخيرات. هو استنكر الرجل هذا وقال انه لن يفضي الى اي حل. اذا كان هذا امرا واقعا على خلال الساعات المقبله هذا ربما يتكشف، كيف سيتم التعامل وعلى اساس اي حل سياسي يمكن الوصول الى صيغه توافقيه؟ يعني سيدي الفاضل، انا ارى ان المؤسسات الليبيه الرسميه جميعا تسعى الى ربما حل سياسي لليبيا وحل امني لليبيا. بمعنى يعني انظر الى فايز السراج وهو رجل توافق تم التوافق عليه دوليا منذ ما يقرب من العام ونصف او العامين، ماذا فعل هذا الرجل؟ يعني اعتقد ان الامور لابد ان توضع في نصابها الصحيح. فايز السراج لم يستطيع فعل شيء بمفرده، فايز السراج لابد ان يكون هناك تكاتف من المجتمع الليبي او من حتى القيادات السياسيه الليبيه حتى يخرج علينا ربما بتوضع حل سياسي للازمه الليبيه. بمعنى ان ليبيا لابد ان تحل من الداخل حتى يتم النظر اليها او معاونتها من الخارج. نعم. بمعنى اذا كانت ليبيا غير قادره حتى على تقديم حل سياسي من داخلها، فكيف تطالب المجتمع العربي. نعم. بان يقدم لها حل. نعم سيدي. نعم شكرا جزيلا لك.